رجع الطبيعة لطبيعتها، ده عنوان الحملة الوطنية اللي انطلقت من عدة أيام تحت رعاية الرئيس الجمهورية لرفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية. الحملة دي بتعتبر الأولى من نوعها في ظل استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر المناخ. عن الحملة دي وعن أهدافها وعن أهم فعالياتها هيكلمنا المهندس محمد عليوة، مستشار وزير البيئة لشؤون التواصل. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، وصباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. العنوان جميل جدا، رجع الطبيعة لطبيعتها، إحنا اللي غيرنا الطبيعة وإحنا بنحاول نرجعها. هنعمل إيه بقى في الحملة دي؟ هنرجع إزاي الطبيعة في ظل كل الملوثات اللي في الهواء واللي في البحر وخلافه؟ والله هي الحملة ترجع الطبيعة لطبيعتها وكونها جزء من مبادرة اللي تحت رعاية السيد الرئيس اتحضر الأخضر، هي أصلا بتتكلم على رفع الوعي البيئي للشعب المصري. يمكن يكون ملف التغير المناخ من الملفات الأكثر أهمية على الصعيد البيئي، وكان دورنا زي ما حضرتك قلت في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ إن احنا نكلم الشعب أكتر عن ايه هو تغير المناخ، ايه اسبابه، هيودينا لفين لو فضلنا كده ان هو حاجه حقيقيه، وايه ادوار بالظبط كده. ففي الحمله ببساطه جدا بن 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 بنستشهد باربع حاجات او اربع مواقف رئيسيه بتعكس التاثيرات الاساسيه لتغير المناخ، منها ارتفاع منسوب المياه، منها التصحر او فقد بعض الزراعات المهمه وما إلى ذلك. فالفكرة العامة إن يا جماعة تغير المناخ ده قضية، وقضية مهمة، وعلشان كده مصر تقدمت وبتمثل أفريقيا في استضافة مؤتمر المناخ، ويلا بينا يدا بيد يا شعب يا مصر نعمل دور. احنا يمكن في الكوبي أو في الإعلان الأولاني ده قلنا إن الحكومة المصرية دمجت مفهوم البيئي او الاعتبارات البيئيه في جميع المشروعات التنمويه لجمهوريه مصر العربيه، لكن دورنا احنا بقى كمواطنين ان احنا نراعي بعض الحاجات الاساسيه بممارسات بسيطه كده. بالظبط. طب ده من خلال ايه يا فندم؟ يعني تحقيق الهدف ده هيبقى ازاي؟ ايه هي الانشطه والفعاليات اللي هتتم على الارض لرفع وعي المواطنين؟ هو بالفعل يا فندم في حوار وطني معالي الوزيره اطلقته من مدينه شرم الشيخ على اساس ان هي المدينه اللي هتستضيف مؤتمر المناخ. الحوار الوطني الهدف الاساسي منه ان بنقعد مع جميع اصحاب المصلحه في جميع محافظات مصر، بنتكلم على القطاع الخاص، القطاع الحكومي، المجتمع المدني، وبنناقش اهم القضايا اللي بتهم المدن او المحافظات اللي بنعدي عليها. يعني بنتكلم على المدن الساحليه، فبنتكلم على مشكله رفع منسوب المياه، واحنا نقدر نعمل ايه علشان نقلل من الكلام ده. المدن ذات الطابع الصناعي، ازاي نقدر نحط بعض الممارسات الصديقه للبيئه في المصانع بحيث نقلل الانبعاثات. نفس الموضوع بنعمله على جميع المحافظات جمهوريه مصر العربيه. طب يعني معروف ان كل حمله يا فندم يعني بيبقى ليها ظهير شعبي، احنا هنوصل ازاي للناس دي في المدن الساحليه وفي المدن اللي بتعاني من تصحر وفي المدن اللي بتشهد تغيرات مناخيه؟ هنعمل ايه ونسقنا مع مين؟ تمام يا فندم. يمكن جهاز شؤون البيئه وهو الذراع التنفيذي لوزارة البيئة من خلال فروعه في المحافظات المختلفة بيعمل الفعاليات، فعاليات بي 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 بيشتغل بيها على جميع الفئات اللي موجودة عنده في كل محافظة، وكمان الجمعيات الأهلية بتتعاون بشكل كبير مع هذه الفروع. بيبقى في مناقشات، بيبقى في حلقات نقاشية، بيبقى في حتى بعض ال بنسميها الفعاليات اللذيذه، زي مثلا مسرحيه بتتكلم عن حرق قش الرز، زي ودي اللي بنوصل بيها للطبقات المختلفه، زي مثلا في الحاله دي مثلا زي الفلاحين. فالظهير الشعبي بالنسبه لنا هو المجتمع المدني بجمعياته، ايدينا على الارض، واللي بيحرك بيعمل الحراك ده هو
افرع جهاز شؤون البيئه في المحافظات المختلفه. طيب باشمهندس، العوده للطبيعه ايضا هو شعار رفعتوه في برنامج السياحه البيئيه ايكو ايجيبت، ده كان احد مخرجات حمله تتحضر للاخضر. خلينا نعرف من حضرتك وصلنا فيها لفين. طيب، هو حمله ايكو ايجيبت بصراحه ليها اهداف عده. احنا بنقول ان مصر عندها 30 محميه، منهم اكثر من 13 محميه ذات طابع سياحي. كان هدفنا الاول ان احنا نقول للمصريين المحميات دي موجوده ليه، وليه احنا بنحميها وبنحميها من ايه. يمكن الكلام ده كان من حوالي سنتين، سبتمبر 2020، وبدانا فتره كبيره جدا بنتكلم على محميات مصر، هتشوف ايه جوه المحميه، من سواء بقى من طبيعه، سواء من موارد طبيعيه وما الى ذلك. هتقابل مين داخل المحميه من المجتمعات المحليه، وهنا بنتكلم بقى على الجانب الثقافي للسكان المحليين اللي عايشين داخل المحميه. هتقعد فين داخل المحميه، وهنا بنبدا نروج ل الايكو اكوموديشن او النزل البيئيه. واخر حاجه، ايه هي الانشطه اللي ممكن تستمتع منها وتستمتع بيها داخل كل محمية. هنا قعدنا في الموضوع ده حوالي 8 شهور، بعد كده بدأنا حملات أخرى بتتكلم على الممارسات للسياحة داخل المحمية. تعمل إيه وما تعملش إيه؟ إزاي تقدر تستمتع بالطبيعة؟ وبدأنا نوجه بعض الحملات الصغيرة للقطاع السياحي حتى لغاية الفندق، يعني تدخلي الفندق تشوفي الفيديوهات بتاعتنا شغالة، بنقول للسائح أهلا بيك في المحمية، لكن خد بالك انت في المحميه ممكن تعمل كذا لكن مش ممكن تعمل كذا. هنطلق حمله قريبه جدا مخصصه ومركزه جدا على الجانب الثقافي للسكان المحلي. عندنا 9 قبائل رئيسيه في مصر، معظمهم عايش داخل المحميات الطبيعيه. كل قبيله منهم لهم ثقافه مختلفه، في منهم حتى ليهم لغات مختلفه، عادات مختلفه، اكل شرب مزيكا. فالحمله اللي جايه ودي هتطلق ان شاء الله في سبتمبر تتكلم اكتر عن الجانب الثقافي، وهو ما يسمى بالسياحه الثقافيه البيئيه. ودي طيب ان شاء الله هنطلق. صحيح. طيب يعني ابرز السلوكيات اللي هتركز الحملة دي إن هي تغيرها هتبقى إيه تحديدا؟ يعني إحنا ربما قش الرز اشتغلنا عليه قبل كده، ربما قلنا يا جماعة ما نعملش مش عارف إيه، هل إحنا عندنا أهداف معينة وسلوكيات خاطئة لدى المصريين هنحاول نغيرها يا فندم؟ والله يا فندم أحب نقسمهم بالقطاعات المختلفة. يعني قطاع الصناعة شغالين عليه من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وده اللي احنا بنحاول فيه نقلل الانبعاثات الناتجه عن القطاع الصناعي. بالظبط. نفس الموضوع مثلا بالنسبه للفلاحين زي ما حضرتك ذكرته، حرق قش الرز ده ملف اخر. ملف التالت هو ملف الصيد. ازاي نقدر ننظم الصيد؟ لان برضه التغير المناخ مربوط ربط كبير جدا بالتنوع البيولوجي والتنوع الاحيائي، فانا محتاج ان انا احافظ على الحياة البحرية، لأن دي بتمتص أكتر من 70% من الانبعاثات الكربونية. زي ما بقول لحضرتك، كل قطاع وليه. قطاع السياحة، قطاع السياحة احنا بنشتغل بيه بشكل كبير قوي على ايكو ايجيبت مثلا. احنا يمكن عندنا 4 حملات مخصصة مركزة اشتغلنا بيها على قطاع السياحة. قطاع السياحة عندنا 6 ممارسات رئيسية ما تعملهاش داخل الفندق وانت كسائح. عندنا اشتغلنا بشكل كبير جدا على تدريب القطاع نفسه، سواء قطاع الفنادق او قطاع الغوص او قطاع الشركات او حتى قطاع المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية. فكل قطاع من دول عندنا ليه اهدافه، عندنا ليه زي جايد لاينز او دلائل ارشادية بندرب عليها الناس. اهم حاجة في الاول ان احنا نقول له ايه اهميه الموضوع ده. بالظبط. احنا دايما بنحاول نتكلم على فكره ان البيئه هي فرصه مش تحدي. ده 1. 2، ما بقتش رفاهيه خلاص. صحيح. لان احنا بقت قضيه انيه وقضيه يعني ملحه يا فندم، وبالفعل اثرها السلبيه هتطال الجميع طبعا. وده غير كمان ان التحركات المعنيه برفع الوعي لدى المواطنين هي تحركات هامه جدا ومطلوبه جدا في الوقت الحالي. بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس محمد عليوه، مستشار وزير البيئه لشؤون التواصل.